السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. ومرحبا بالضيوف الجداد اللي جاوا من عند اختي مريم بركات، نورتوني في القناه ديالي. وبالكومنتات الزوينين اللي خليتوا ليا وشجعتوني وفرحتوني نزيد لقدام، مرحبا بكم. المهم البنات، جات لكم واحد التوب اللي هو توب زوين، واحد الباك اللي كيتكون من توب اللي هو سخون، كيصلح جلابه، كيصلح مونطو، يصلح كاب، على حساب الرغبه ديال الواحد. ودايرين مع واحد الشال ديال ليكرا ديال تركيا، وواحد الساك ديال الجلد اللي هو غايه في الاناقه. هاد التويبات البنات ما تيحببش، واللي توب اللي هو سخون توب زوين، والسويك يعني سويك زوينين. ما تيحببش توب وسخون وفيه لوينات رائعين البنات، لون كينستيك، لون جميل الالوان فيه. مرحبا بكم البنات، اللي بغات شي حاجه داخل كازا ولا خارج كازا سكريني ليا اللون وتواصل معايا، وان شاء الله نصيفط لها البلاصه اللي هي فيها. ومرحبا بكم، مرحبا بالجميع، يعني حنا كنديروا التوصيل في جميع المدن. ما عليها غير تواصل معايا في الواتساب، وان شاء الله ما يكون غير خطره، وغنخليكم مع اللوينات ديال هذا الموديل. Thank you.
وغندوز معكم البنات التويب اللي هو كيتكون التويبات اللي هاد التوب كيتكون من التوب ديال المليفه الجيم اللي هي كاليتي مزيانه ومطروزه بالسم، طرزه متقونه وما كتحببش وما كي ما تحشمكش مع الكليان ديالك، ومنبس بالحجارة البنات. كاين هاد الطرزة كاينة في الصدر وكاينة في الكمام. لوينة البنات، لوينة رائعين البنات، لون كاين السكلون، دايرين مع فولار ديال تركيا حرير، كاليتي تا هو مزيانة، ودايرين مع واحد الشوكة هدية. تويبات البنات، لوينة اللي زوينين والطرزة زوينة البنات، يعني تعجبك تعجبك غير في النظرة تعجبك. ونتمنى يعجبوكم البنات، وكيف ما قلت التوصيل في جميع المدن في داخل كازا وخارج كازا، اللي عجبتها شي حاجة مرحبا بها، ألف مرحبا. اللوينات زوينين والطرزة زوينة، وإن شاء الله غنوريكم الجلابة اللي هي مخدومة كيفاش طلعت وكيفاش جات، هانتوما غتشوفوها. يعني كاين هاد اللوين تا هو هاد البلوسيال، شوفوا كيفاش كيجي البنات كيحمق، ولوين زوين فيه كاع اللوان، فيه البلوروا، فيه الخضر ملكي، فيه الباج، فيه الصفار، لوينات كلهم تبارك الله ما شاء الله، لوينات اللي هما رائعين زوينين البنات. نخليكم دابا مع اللوينات، شوفهم كيفاش كيطلعوا، كيفاش غنوريكم ان شاء الله، غنوصلوا يعني غنوريكم الجلابه كيفاش طلعت مخدومه كامله. يعني هاد الجلابه تقدري ديري ليها غير ملاقي خفيفه ديال الرانتا، تقدري ديري ليها غير خياطه عند خياط، شي خياطه خفيفه ماشي شي حاجه كثيره، لان اصلا التوب مطروز ومزين راسه ومصوب راسه، ما تحتاجيش شي خياطه اللي هي كبيره ولا شي خياطه اللي هي غاليه، خياطه خفيفه تقضي الغرض، تبان لك الجلابه زعما هي هذيك، يعني ما تحتاجيش شي حاجه اللي هي كثيره. يعني الا خديتي الثوب شي حاجه سامبل وخفيفه طلع روميه وحلوه، يعني طلع زوينه. والمهم هذه الجلابه هانتوما شوفوا كيفاش مخيطه، يعني راه خياطه خفيفه، يعني جات زوينه وجات حلوه، ماشي شي حاجه وكتبان انيقه. هنخليكم مع اللوينات دابا البنات. Thank you.
البنات كانوا هادو هما الشكيلات واللوينات ديال التواب. ما تنسوش البنات دعموا القناة ديالي بلايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.